كنا ورا الغصب عن الدبابات وبنعمل محاوله ان احنا نخش بس بيرو كان عندي امل ان انا امسك رئيس الجمهوريه. انا قلت للجماعه اللي معايا هنخش على مسبيرو هنمسك الاذاعه هنعلن ان احنا عملنا الانقلاب. والله ده اللي كان في قلبي يعني. انا كان نفسي امسك رئيس الجمهوريه لان البلد دي عايزه راجل.